من اسماء الله الحسنى المقدم والمؤخر يقدم اجال اناس ويؤخر في اجال اخرين ويقدم رزق قوم ويؤخر رزق اخرين ويقدم قوما في العلم ويؤخر في الجهل اخرين ويقدم في الاسلام والهجره قوما ويؤخر اخرين ويقدم في الايمان والحكمه قوما ويؤخر اخرين ويقدم في دخول الجنه قوما ويؤخر في النار اخرين ويقدم قوما في الفردوس الاعلى من السابقين ويؤخر اخرين في الجنه من المقتصدين واصحاب اليمين كما انه قد قدم قوما في الصف الاول في الصلاه واخر اخرين فقد قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها كما قدم اولي العزم من الرسل على بقيه الانبياء وقدم الصحابه على التابعين وقدم التابعين على من بعدهم وقدم القرون الثلاثه المفضله على القرون من بعدهم